محمد عذار منسق الحملة الجهوية التضامنية في سيدي رمضان حمل إجماع ريش لنظم المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية الأسرة بصفاقس. هذه الحملة انطلقت وتتواصل إلى شهر رمضان المعظم. هي حملة جهوية تضامنية تتمثل في معناها جمع المواد الغذائية باش يوقع توزيعها خلال شهر رمضان المعظم على العائلات المعوزة والمحتاجة. اللي نحب نقوله من خلال هذه المداخلة هو دعوة للجميع للمساهمة بكثافة في هذه الحملة التضامنية. هي الهدف منها هو أنه معناها نغرسوا هك التضامن وكالتآزر ومعناها ما بين مختلف مكونات المجتمع. نقول أنه بإمكان كل إنسان يرغب في أنه يساهم في الحملة هذه، أنه مساهمته يقدمها إلى دار الأسرة طريق قرمدة كيلومتر واحد مقر المكتب الجهوي منظمة التونسية للتربية والأسرة، ويمكن الاتصال على الرقم 98 921 0747 ذي أي استفسار في هذا الموضوع. الدعوة للجميع حمل الجماعة ريش أكيد فهمتني له في كل أوقات، وخاصة في سيدي رمضان هذا الشهر، الشهر البركة، الشهر اللي الفضيل اللي نتمنى أن كل العائلات في صفاقس على الأقل وفي تونس أنه إن شاء الله يتعاد عليهم بالخير، والناس يكون مع بعضنا نقفوا. وأكيد أنا نأمل ونتأمل أنه هذه الحملة ستكون ناجحة باعتبار ما عرفناه وما ننشوه ديما من التونسي من تضامن ووقت الحاجة. وشكرا للجميع.